للأولياء اللي سورتو توا يسمعوا فينا تلامذة وغيره، والحديث على السنة الدراسية كيفاش باش تكمل. الكاستيت هو الأولياء بطبيعة اللي مساكن ربي معهم، خاصة فيما يتعلق بالرزنامة وفي الامتحانات وحتى في ليزومبلوا متاع القراية نظرا للظروف، وهذا مش في تونس برك، هذا في العالم الكل فما صعوبات كبيرة. شفنا قبيلة حكينا على تركيا كيفاش تأجيل الكامل للانتخابات. احنا باش نشوفوا شنو قررت وزارة التربية، شنو القرارات اللي اتخذتهم، وشنو الإجراءات اللي باش تتعامل معهم فيما يخص الدراسة والامتحانات. باش ناخذهم مباشرة من عند السيد عمر والبانية المدير العام للامتحانات بوزارة التربية والمكلف بمهمة لدى وزير التربية. سي عمر مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين. مرحبا. نمشيو ديريكت في صلب الموضوع كما يقول، واكيد الاولياء برشا اولياء يسمعوا فينا. شنو الجديد في بخصوص الامتحانات والرزنامه لبقيه السنه سي عمر؟ هو شكرا على الاستضافه صاحبي. مرحبا. اللي نحب نطمن به الراي العام والمهتمين بالشان التربوي في تونس، وانه ما فماش حاجه اسمها سنه بيضاء، هذا ثابت بالنسبه لنا كمسؤولين في وزاره التربيه وحتى كشركائنا الاجتماعيين يشاطرون الراي في المساله هذه، لانه نسبة تقدم في انجاز البرامج المخصصه لنا ماشي برامج عاديه، نسبة متقدمه على الاخر، وهذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه هي تتعلق بالامتحانات الوطنيه، وانه امتحاناتنا الوطنيه ستنجز في المواعيد اللي تم تحديدها منذ بداية السنة الدراسية سواء البكالوريا أو التاسع أو السادسة. لكن مع هذا ثم بعض الإجراءات الأخرى الجديدة اللي هي خاصة أن تم المرحلة الابتدائية. ففي المرحلة الابتدائية احنا تلامذة وقت مش رجعوا نهار 3 ماي، فإنه المعلمين والأساتذة المدارس الابتدائية تركيزهم في الدروس سيكون خاصة على التعلمات الأساسية اللي هي بالأساس العربية الفرنسية الإنجليزية الرياضيات والإيقاع العلمي. مش معناتها راهو بقيت المواد أو بقيت التعلمات ما هيش مش أو مش تم إهمالها أو يعني عدم تدريسها، لا، لكن التركيز قلت على الخمسة مواد هذيك. والامتحانات اللي هي كانت في العادة مش تصير من 7 جوان إلى غاية يوم 12 جوان، الاختبارات الكتابية هذه تم تأجيلها في الابتدائي وبالنسبة لكل مستويات من الأولى إلى السادسة، تم تأجيلها إلى الفترة اللي تمشي من 16 جوان إلى غاية يوم 21 جوان. هكا يكونوا المدارس والتلامذة يعني ربحوا أسبوع إضافي في عملية تعليمية تعلمية. الاختبارات الشفهية تسبق في الأسبوع اللي يسبق يعني يوم 16، هذاك الأسبوع هذاك مش يكون فيه الاختبارات التطبيقية والشفهية، لكن الدروس تتواصل بصفة عادية في المدارس هذه. بالنسبة لإرجاع إصلاح الفروض وإرجاع الأعداد للإدارة والتلامذة، فإنه مش يكون في الفترة اللي تتراوح ما بين 22 23 و 24 جوان، مجالس الأقسام مش تكون 25 26 جوان، وهكا نوصل إلى نهاية السنة الدراسية في موعدها اللي هو الاختتام مش يكون يوم 30 جوان. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية. فيما يتعلق بالبكالوريا، البكالوريا صحيح البكالوريا مش تحافظوا على الموعد نتاعها يوم 16 جوان كبداية ويوم 6 جويلية كبداية بالنسبة لدورة المراقبة، ولكن ثم جديد فيما يخص الاختبارات التطبيقية، لأنه الاختبارات التطبيقية تم إلغاء 4 اختبارات تطبيقية اللي هما الإعلامية لكل الشعب، كذلك الطرية الموسيقية كمادة اختيارية، والاختبار التطبيقي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا وهذا يهم فقط كان شعب العلوم التقنية، وكذلك الاختبار التطبيقي في مادة إنجاز مشروع وهذا مهم كان مترشحين بصفة فردية. لكن راهو وقت يقول ألغينا الاختبار مش معناتها راهو ألغينا المادة، المادة مش تكون موجودة، مادة الإعلامية ستكون موجودة في امتحان البكالوريا، واحتساب العدد النهائي في الامتحان سيكون هو العدد اللي تحصل عليه التلميذ أو المترشح في الاختبار الكتابي، هو مش يكون العدد النهائي متاعه. نفس الشيء في نسبة تربية موسيقية، احنا نعرفوا المواد هذوما فيهم جزء كتابي وجزء تطبيقي، طالما وانه جزء تطبيقي مش يصير فانه العدد النهائي هو مش يكون العدد اللي مش حصل عليه التلميذ في الاختبار الكتابي. بالنسبة للأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا فانه العدد النهائي مش يكون هو المعدل السنوي في هذه المادة، وبالنسبة لإنجاز المشروع فإنه العدد النهائي في البكالوريا مش يكون آخر عدد تحصل عليه المترشح في آخر دورة شارك فيها، لأنه هذوما مترشحين في فردية. لكن في المقابل
راهو خلينا بعض الاختبارات التطبيقية اللي هي تعتبر جزء من مواد مميزة كما الخوارزميات والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، هذوما جزء مواد بالنسبة لشعبة العلوم الإعلامية، وكذلك مادة الاختصاص الرياضي، هذه مادة مميزة لشعبة الرياضة. هذا وبالنسبة للباكسبورت، الباكسبور بطبيعة الحال تلغات سابقا، ويعني يتم احتساب المعدل السنوي في المادة بالنسبة لمادة التربية البدنية. مجالس الأقسام مش تصير أيام 8-9-10، والبكالوريا مش تنطلق في موعدها يوم 16. بقية مستويات برشا ناس تسهل شنو مش تصير بالنسبة للسابعة والثامنة والثالثة والأولى والثانية والثالثة ثانوي، هذوما بطبيعة الحال الأسبوع المغلق أو الفترة المغلقة اللي هي كانت تبدأ من يوم 31 ماي إلى غاية يوم 9 جوان، أجلناها إلى 3 جوان، من 3 جوان إلى غاية يوم 12 جوان. بطبيعة الحال هذا باش نمكن يعني التلامذة من أكثر مساحة للدراسة، وباش كيف كيف الاختبارات التطبيق الكتابية متاع المستويات هذه ما تتزامنش مع الباك بلان بالنسبة للبكالوريا اللي هي باش تكون من يوم 26 ماي إلى يوم 2 جوان. بطبيعة الحال ارجاع الأعداد مش يكون يعني أو الإصلاح مش يكون يوم 14 و15، ارجاع الأعداد للإدارة آخر أجل يوم 19 جوان، ومجالس الأقسام كيف كيف نرجع ونقول وأنه هذه مش تصير في نفس المواعيد متاعها في نهاية شهر جوان، بداية من يوم 24 وإلى غاية يوم 30 جوان، وهكا نكون فعلا يعني تقريبا اضبطنا الملامح متاع الماراثون هذا اللي مش نبداه تقريبا من منتصف شهر ماي. اللي نحب نأكد عليه وأنه راهو هذايا يعني السيناريو هذايا تبنى على فرضية وأنه العودة مش تكون يوم 3 ماي، لكن لا قدر الله وأنه يقع التمديد في إيقاف الدروس، فأنه بطبيعة الحال مش تكون هنالك سيناريوهات أخرى محتملة اللي هي بطبيعة الحال جاهزة حاليا، ونرجو أنه يعني المدرسة ترجع للعمل متاعها، لأنه بصراحة وأنه تقريبا إحنا المؤسسة العمومية الوحيدة اللي هي معطلة حاليا هي المدرسة. تقريبا ما فماش مؤسسة عمومية في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص هي معطلة حاليا، فنأمل وأنه العودة تكون للدراسة. لابد باش ناخذ احتياطاتنا، باش ناخذ تدابير اللازمة في الوقاية والتوقي من هالفيروس هذايا، ونتعلم كيفاش نتعايش مع الفيروس هذايا، لأنه ما هوش هالأسبوعين هذوما ولا 3 أسابيع ولا حتى شهر هما المشي يعني يقضيوا نهائيا على كل سي عمر والباني كلامك معقول ياسر هنا، لكن هنا نتسألوا نتعاملوا معها يلزم بروتوكولات صحية. احنا لحد الآن لاحظنا وأنه مش موجودة كما ينبغي، تشكوا منها الأساتذة، العملاء، المديرين، النقابات، حتى أنتم نفسكم في الإدارة ما كنتمش راضيين وعملتوا زيارات ميدانية وشفتوا حاجة باش نتعاشوا يمكن مدة طويلة في العالم أجمع مع هذا الفيروس. دونك بروتوكولات صحية هل باش تزيلوا المسألة شوية أفضل من قبل؟ فعلا سفيان هو يعني نقطة على غاية من الأهمية، ولكن احنا توا قاعدين نشتغل على محور آخر، وهنالك يعني نقول حرص من وزارة التربية وحتى حرص من الطرف الاجتماعي على أنه نذهب إلى يعني التلقيح، ويأخذوا المربين يأخذوا بهذا الحال يعني الأولوية في التلقيح هذه، لأنه هذا تقريبا هو من الحلول، مش الحل الوحيد لكن من الحلول اللي تخلي المؤسسة التربوية ترجع تشتغل بالنسق تقريبا شبه العادي امتاحها، وإن شاء الله بطبيعة الحال يقع التجاوب مع هذا المقترح، وعلى الأقل يعني المدرسين اللي هما كبار شوية في السن اللي هما الشريحة العمرية من 50 إلى تقريبا 60-61 سنة، هذوما ياخذوا الأولوية، لأن نعرف تقريبا أغلب هالمدرسين في العمر هذايا هما تقريبا ماسكين الأقسام النهائية، هما اللي مش يكونوا معانا في امتحان البكالوريا، هما مش يكونوا في مراكز الإصلاح، هما مش يكونوا في المراقبة، فيعني حرص منا باش هالفئة هذه تاخذ يعني التلقيح متاعها، وإن شاء الله قبل انطلاق السنة الدراسية القادمة يكونوا ال 200 ألف موظف اللي تابعين وزارة التربية يكونوا قد خذوا التلقيح متاعهم، باش كذلك نأمن العودة المدرسية الجاية اللي قاعدين نخدم عليها بكثافة في أمن وسلام. وزوز ملايين تلميذ، البروتوكول الصحي وزوز ملايين تلميذ، وزوز ملايين تلامذة بطبيعة الحال هذوما يعني عندهم كيف كيف يعني الأولوية، ولكن احنا ديما
نعطي على الاقل في لي بافيت على الاقل لانه شوف هما تو البروتوكول الصحي برشا ناس ربما يعني هكا في ذهنا حاجه كبيره برشا وهو راه مش حاجه كبيره برشا البروتوكول الصحي هو يقسم تقريبا في ثلاثه اربع اشياء هو التباعد الجسدي حمل الكمامه الجيل وتطهير وتنظيف الفضاءات المدرسية هذو من اربع حاجات يعني ماهمش صعاب باش نقوم بهم وباش نامن سؤال سي عمر لهنا يمكن زاد الحديث على ريتم قوي برشا بالنسبه للتلميذ ولا الاستاذ معناتها في الايامات المقبله معناتها في جميع السنوات حتى بالنسبه لكم انتم لكن هنا سؤال يتسل حسب ليدات اللي حطيتوهم انتم توا سؤال الاولاني قالوا انه اذا مثلا فما ليسي فيه عدد حالات كبير برشا من الكورونا ويتوقف الدروس وغيره هل باش تصير مثلا كيفاش انتم باش تتصرفوا مع مدارس او ليسيات او ليكوليج هذوما ينجموا يتسكروا السؤال الثاني فما حديث في الاوساط حتى عند التلاميذ يقول لك الضارب نتاع بعض المواد ينجم يتغير لا لا نبدا بالسؤال الثاني هذايا هو هذايا غير مطروح من اصله ما يعني ما فهمتش كيفاش يعني يعني هالمعلومه هذه يعني يعني قاعده تدور هذايا لا اساس له من الصحه الضوارب راهي تضبط بنصوص قانونيه تصدر في الرائد الرسمي لا مجال باش تتغير الضوارب هذه هذا فيما يتعلق بالسؤال الثاني فيما يتعلق بالسؤال الاول بطبيعه الحال هنا ثم 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 بروتوكول واضح هو انه اذا كان ثم عدد اصابات في القسم الواحد يعني يقع غلق القسم اذا كان ثم عدد اصابات معينة في المؤسسة التربوية فإنه يقع غلق المؤسسة التربوية ولكن هذا يراه ديما بقرار من اللجنة المختصة الوطنية المختصة هي اللي تصدر قرارها اللجان الجهوية هي اللي تبسط الموضوع هذا تقترح ولكن القرار يكون قرار مركزي يصدر ماهوش على وزارة التربية بل يصدر على اللجنة المختصة لمجابهة الكوفيد أي سامر كان تسمح سؤال نعم تفضل أنت قبيلة قلت حاجة أنا أعتبرها مهمة ودالة قلت لي حتى كان قدر الله يتبدل التعامل مع الوقت بعد 30 أفريل عندكم سيناريوهات حاضرة وأنا نعرف أنتم وزارة حديقة وعندها سيناريوهات ونعرف اللي البكالوريا نتاع العام الجاي والنوفيام وغيره تبدأوا تخموا فيهم تو نعم هذا الحق حتى حد ما يشك فيه وزارة خارقة العادة لكن الحق توا عامين على بعضهم السنة أقل من سنين يوم قراوا الكلام ده والعام اللي فات يعني خافوا الدبلوم التونسي يتيح يعني شفت أنت الدبلوم بازم البكالوريا الفرنساوية ما عشان مستعرفين بها في سويسرا لو بي اف ال تقبل في لوزان التلامذة التونسة باشولي ب 12 معدل لأنه مهما كان نيفو متاع الباك متاعنا لبس به لحد الآن هل ثم إمكانية للتدارك وأنه مثال نخرج من الكوفيد ولا نتعامل مع الكوفيد على فترة طويلة توليوا تمطوا اكثر في ايام الدراسه ما اخذ بعين الاعتبار مسؤول حقوق الناس كل من اساتذه ومعلمين واداريين وغيره لانه ثم خطر والمنظومه التعليميه تنهار وخاصه بسيكولوجيا التلامذه ولاو ما عادش مرتبطين فعلا سفيان يعني ملاحظات يعني دقيقه جدا احنا في تونس رغم الظرف الاستثنائي اللي مرينا به السنه الماضيه ولكن انجزنا الامتحانات الوطنيه في حين وان دول اخرى كما فرنسا يعني مشيت في اتجاه يعني احتساب المراقبه المستمره وهذا بطبيعة الحال يحسب لتونس والإدارة التونسية ولوزارة التربية التونسية بطبيعة الحال الضرر راهو حاصل مهما حاولنا باش ربما نخفف من حجم الضرر هذا ولكن الضرر على مستوى التحسين المعرفي حاصل التلامذة وحاصل تقريبا اللي هما موجودين هالجيل هذايا يعني عانى كثيرا للأمانة منذ تقريبا سنوات والأزمة ربما يعني ازدادت مع الكوفيد هذايا احنا نامل وانه السنه الدراسيه وهذا اللي قاعد نشتغل عليه سفيان وانه السنه الدراسيه يرجع النسق عادي على الاقل نحد من اضرار التحصيل المعرفي اللي هي حاصله بالنسبه للتلامذه بتاعنا هذاك علاش جينا او ربما قاعدين نركز اكثر شيء على يعني التلقيح بالنسبه للمربين باش نرجع للنسق العادي ونخرج من هالدائره التداول هذايا يوم بيوم والبرامج المخففه و يعني الدراسه بالافواج الى غير ذلك اللي هي فعلا يعني صحيح هو كان حل استثنائي ظرفي يعني ممكن ادى الواجب نتاعه او ادى يعني الوظيفه نتاعه لكن ما ينجمش يتواصل على مدى يعني السنوات القادمه في حال مراجعه البرامج هذه يعني والتمديد في الزمن المدرسي هذه من المسائل المطروحه جدا في وزاره التربيه وبطبيعه الحال هذه ممكن من مكونات ومقومات الاصلاح التربوي احنا خضنا فيها في عديد المرات في عديد ربما يعني السنوات السابقه نامل وانه هذايا نوصل له في يوم من الايام باش يعني السنه الدراسيه تكون اطول
من السنة الدراسية الحالية. يعطيك الصحة، شكرا لك سي عمرو البني المدير العام بوزارة التربية على كل التوضيحات هذه. إن شاء الله نهارك طيب كما كنا نسمعوا. هذه هي التفاصيل الجديدة للأولياء اللي يسمعوها. الظرف استثنائي يلزم قرارات استثنائية ويلزم إجراءات استثنائية. الغالب ما نجموش يكونوا في سنة دراسية عادية في ظل جائحة كما هذه العام الثاني على التوالي. إن شاء الله الجيل هذا يتدارك يوما ما اللي فاتوا من المعلومات ومن الدروس. هذا هو أخبار 8، رجعنا معكم في بقية فقراتنا في البريم تايم.